مرحبا بكم معنا مشاهدينا الكرام. نستضيف في هذا اللقاء الفنان عصام السوي، وهو فرد من أفراد مجموعة نغم بان الفنية. عصام السوي، مرحبا بك اليوم على جريدة أصوات. الله يحفظك، شرف لنا بعدا نكون معكم اليوم، وفرصة زوينة اللي نكونوا حاضرين معكم، وشكرا بزاف على السيدة. مرحبا بك. ممكن تعرف راسك أكثر للجمهور؟ سميت عصام السوي، 22 سنة، ميوزيسيان في الأصل، بعدا جيتاريست، عاد شوية ديال الدندنة والغناء. عندي شي أعمال ديالي كاتبهم وملحنهم وحاطهم في قناتي في يوتيوب من أدائي. كندير الموسيقى، وأبار زعما الموسيقى بالجانب ديال الآلة والأداء، كندير لارونجمون، توزيع، وشوية ديال الميكساج، حيت عندي واحد المشروع صغير ديالي هوم ستوديو فين كنخدم الموسيقى ديالي مع الدراري ديال المدينة والناس اللي كيغنيو زعما كاع. المهم زعما لارونجمون والميكساج، داكشي ديال الموسيقى، الهندسة الصوتية. كيف كانت الانطلاقة ديالك لعالم الموسيقى والغناء؟ الصراحة كانت واحد الصدفة زوينة، ما كنت زعما معول، حيت ما كنت زعما كنعطي اهتمام للموسيقى، وما كنتش كنعرف الموسيقى صراحة، كان بعيد عليا ديك الفكرة ديال نكون في الموسيقى ولا في شي نهار. واحد النهار صديق ديالي جاب لي الجيتار ديالو، وبقيت كنقول الجيتار خاصه اللي يلعبها زعما بصح، ماشي غير تبقى محطوطه، وقلت غنبدا نتعلم. وبديت دقه دقه، وكنتلاقى مع دراري مره هنا مره هنا، كانت جليسات كيخليو زيد تحفز اكثر باش تبغي تتعلم وتوليت ميتريزي ديك الاله، وصراحه بغيتها بزاف ومازال كنبغيها. مزيان. واش كتغني فقط ولا كتكتب كلمات الاغاني ولا كتلحن؟ صراحة عندي المهم التجربة ديال الكتابة والتلحين، كنلقى فيها راحتي، زعما كيلقى شي حاجة قاصني كنحاول نكتب عليها. بالنسبة للتلحين الآلة كتعاونني، الجيتار كتعاون بزاف باش تقدر تلقى ألحان جداد وتبدع. صراحة الغناء بالنسبة لي ماشي كأساسي، أنا صراحة كنحسب راسي مؤدي ماشي شونتور، ولكن كنلقى راسي في الغناء صراحة. هذاك علاش عندي أعمال بصوتي من كلماتي وألحاني وتوزيعي. شنو هو اللون اللي قريب لك ديال الغناء؟ أقرب لون لي هو الفلامينغو، عشان أي واحد هضر معايا ولو خصنا نلعبوا شي حاجة فلامينغو. المهم الفلامينغو بالنسبة لي شي حاجة اللي كتقيسني وكنرتاح فيها أكثر. المهم بزاف ديال لي زامي ديالي كيبغيو يديروا دي كوفر ولا دي فيديو ديال الأغاني، الصراحة ديما كنبروبوز عليهم نلعبوا فيزيون ما بين الموسيقى اللي باغيين يلعبوها مع الفلامينغو، وصراحة كتعطيهم موسيقى زوينة، كتعطي شي حاجة زوينة اللي عندها كتوصل للناس دغيا. كنعرفوا صورتي عديد من الكليبات، وقمتي أيضا بإخراج مجموعة من الأغاني. سؤالنا اليوم، واش لقيتي شي دعم باش قمتي بهذا العمل الرائع ديالك، ولا كان دعم شخصي؟ صراحة الدعم هو أكبر مشكل كاين بالنسبة لي جون كاملين، ماشي غير بالنسبة لي. كنت في اول مره غنبدا لقيت الصعوبه ديال ان كل شيء غالي صراحه، حيت اول استوديو دخلت عنده الثمن اللي كان هو 3500 درهم، فواحد الوقيته اللي انا باقي زعما ما كاين لا خدمه لا والو، دونك ما صعيب بزاف باش ننتج عمل اللي انا مامن به، دونك غيضيع داك العمل. قلت نبدا نتقاتل شويه نتعلم ندير الموسيقى راسي، وبديت كندير لارونجمون، صايبت لانستريمونتار اللي هي الاغلى ما كاين في الموسيقى في هذا البروجي، صايبتها راسي، ولا التسجيل كيبان لي رخيص، قلبت على بلايص اللي نقدر نسجل فيهم بثمن رخيص اللي قادر عليه، قد تجيبك كتقلب سيبون. داكشي علاش صافي سجلت اول عمل. اعمال اخرى حتى هي كانت انتاجي اللي صعيب شويه، هذاك علاش درت واحد الهوم ستوديو صراحه، ماشي زعما كنقول درت، ولكن المهم كنحاول زعما سيبورتي لي جون اللي باغين الدومين ديال الموسيقى، حيت راك عارفه صعيب باش تبرودو واحد المنتوج اغنيه كوفر ولا كيف ما كان فيديو، خصك فلوس. خديت ماتيريال به، كنت كنسجل الدراري صحابي اللي كنعرف، وبزاف صراحه بانت الثمار ديال دوك الاعمال اللي خدمنا مجموعين بداك الماتيريال المتواضع صراحه، اللي شجع صراحه. المهم كيعاون واخا ماشي شي حاجه كبيره، ولكن كيشجع صراحه. هذا من جهه ديال الدعم، يعني صعيب شويه انك تلقى الدعم في الدومين ديال الموسيقى، ومن غير الا تقاتلتي صراحه بوحدك، ويا فيما كنتي خصك تقاتل على الحلم ديالك. الله يوفقك. شكرا بزاف. شنو الجديد ديال عصام؟ صراحه الجديد ماشي ديالي بوحدي، هو واحد العمل اللي مشترك ما بين دراري ولاد قنيطره، اصوات وموسيقيين، ودراري من كازابلانكا حتى هما كيلعبوا موسيقى، واحد الدري سعيد باسيس،
وكاين معنا صراحه كاينه فكره كنناقشوها مع دراري من اسبانيا، البنت كتغني وجوج دراري ميوزيسيان معاها، باش العمل يكون صراحه يوصل البلايص بزاف والناس بزاف. العمل كيهضر على مشكل ديال السلامه الطرقيه، كنعرفوا بزاف الناس اللي مشاو لهم ناس عزاز عليهم وفقدوهم بسبب الطريق، بسبب الطوموبيلات والحوادث اللي كيوقعوا. احنا ماشي ما نقولش لك تقاسينا بشكل شخصي، زعما مشى لي شي حد قريب ليا، ولكن الصراحه هذاك الشيء رساله اللي كاملين باغيين نوصلوا صراحه، كاع الناس اللي في الفن خصهم يكون عندهم هذا الهدف ديال يوصلوا رساله. المهم هذه الرساله ديالنا في العمل الجاي اللي هو السلامه الطرقيه ان شاء الله، نتمنى الاعجاب الناس. عصام السيوي، واش كتشتغل مجال اخر من غير الغناء؟ صراحه كندوز بزاف تجارب ديال الخدمه، خدمت في واحد سونتر كوبي، خدمت في واحد المحل اخر ديال الملابس، ولكن لقيت راسي في الموسيقى اكثر. داكشي قلت لك جمعت فلوس باش خديت ماتريال. في الاول بديت صراحه مع الدراري كنعاونوا بعضياتنا، تسجل فابور كعارف باش تبدا في الاول خصك التعاون، وميم طون كتصنع السميه ديالك، الناس كيعرفوك بلي كتخدم في الدومين الموسيقى. مؤخرا ولات الخدمه ديالي هي الموسيقى والتوزيع وكل ما كيخص زعما انتاج الموسيقي بالضبط. فرقة نغم باند، ياك نغم باند، ممكن تزيد تعرفنا عليها اكثر؟ وقتاش تاسست بالعناصر ديال الفرقه؟ فرقه نغم لي بالنسبه لي واحد الحلم وهدف خصو يتحقق ومازال كنت نتقاتل عليه باش يتحقق. تاسست في واحد في شهر 10 2019، وكانت بدات كدير بلاصتها صراحه في المدينه وحتى شويه في خارج المدينه في النواحي ديال المدينه. للاسف جات كورونا حبستنا، ووقعوا بزاف ديال الحوايج اللي خلاو البنت تبقى حابسه مده طويله، ما دير حتى شي عمل وما دير حتى شي حاجه، دونك بحال بقينا جامدين. مؤخرا رجعنا وناويين نرجعوا بقوه، دابا هاد الايام خدامين ان شاء الله على دي كوفر ودي دي بروجي ديال الباند. الاعضاء ديال الباند كاين ثلاثه، لي مونبر فيكس كاين انا عصام السيوي، ومعايا نزار شونتور، ومعنا حسام بوحفره كاخونيس في البيركيسيون، ومعنا ناس اخرين اللي كيكونوا في الموسيقى فاش كنكونوا مثلا خدامين ولا كاين شي ايفينمون اللي غنحتاجوا فيه موسيقيين اخرين كيجيو كيكونوا حاضرين معنا حتى هما. شنو اخر الاعمال ديالكم والجديد ديالكم؟ انت اليوم خدامين على دي كوفر، حيت شفنا باللي اغلبيه كيخدموا على دي كوفر باش كتوصل دغيا. كوفر كيبين اكثر من عمل بروفيسيونيل زعما ديالك شخصي، كوفر كيوصلك الناس بزربه، دونك قلنا نخدموا على دي كوفر فيهم فيزيو ما بين المغربي واسباني باللمسه ديال النغم، ونتمنوا يعجبوا الناس. في رايك شنو كتحتاج الاغنيه حتى توصل للعالمية؟ كتحتاج اول حاجه تاخذ وقتها تفكر مزيان قبل ما تنتج داك العمل، يعني تدرسو وتشوف شكون غتستهدف به، حيت الا كنتي كتفكر حدك قدك راه ممكنش البروجي ديالك يوصل للناس بزاف، دونك خصك تشوف موضوع اللي يقدر يقيس الناس بزاف. ومن جهه اخرى كاين الدعم ديال وسائل الاعلام صراحه، المهم يعني كتلقى شويه صعوبات باش انك تسيبورتي داك البروجي ديالك ولا باش تبينوا الناس، يعني كتلقى المهم حنا بعدا صراحه لقينا صعوبات في الاول باش نبانوا الناس، كتلقى شويه ديال الاكراهات في الجانب ديال الدعم من جهه وسائل الاعلام، المهم صراحه كنلقاو هذا المشكل. واش كتشوف ان وسائل الاعلام عامه لها دور صعود الاغنيه والنزول؟ دورها كبير بزاف صراحه باش ان البروجي يوصل. كل ما الصاد فوق مثلا جرائد ولا برامج، يعني كتقدر يشوفوك ناس كثر وكتقدر تهضر على البروجي ديالك كثر، يعني كيشوفوك ناس كثر وكتوصل البروجي ديالك. اي حاجه خدمتي راه يعرفوها الناس، دونك ليها دور كبير بزاف كاع مهم. هذه من جهه. كورونا في كلمه او كلمتين؟ كلمتين هرساتني وعلمتني بزاف الحوايج. قبل الرساله ديالك الاخيره للجمهور على مجله اصوات، نقدروا نسمعوا شي نغمات من عندك؟ ان شاء الله. مرحبا. اقصح قلبي شنو صار بيا، كنت قليل النية النية دارت بيها، وانا ما نسيش شنو داز عليا، وانا ما نسيش
وناز عليا عشقتك انا وعلى قبلك صرت لي واللي معايا رضى ورضى راك يا عشقتك انا وعلى قبلك صرت لي واللي معايا دمع ورضى راك نسيت وبصح قلبي اشنو صاري بيا بيا كنت قليل النية النية دنيا دارت بيا وانا ما نسي شنو داز عليا وانا ما نسي شنو داز عليا عشقتك انا وعلى قبلك صرت لي واللي معايا دمع وردة راه كنسي كنبغي نشكر جريدة أصوات على الاستضافة ديالها بعدا شكرا بزاف على الدعوة وكنبغي نقول للناس اللي كيعرفوا عصام ستيل ولا نغام باند ما تبخلوش عنا بالدعم ديالكم وبقاو كتسناو الجديد ديالنا حيت موجودين شي حاجة زوينة بزاف غتعجبكم شكرا.